البروج العقارية عبد القيوم خوجة متواجد الآن في إحدى أفخم مشاريع طرابزون. المشاريع الفخمة في طرابزون تعتبر هذه أحد أفضل المشاريع في الشمال التركي. طرابزون مشروع فخم عبارة عن بنايتين. المشروع يقع على الشارع الرئيسي المؤدي إلى المناطق اللي هو يمرة وطريق أزنقول، بالإضافة إلى أنه مشروع مميز جدا في خدماته، في تفاصيله، في لمساته، في كل حاجة فيه مميزة. موجود فيه تقريبا كاميرات مراقبة 22 كاميرا، جلسات عائلية، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، وما ننسى أيضا ألعاب الأطفال والملاعب الرياضية. جوفنليك سيكيورتي، خدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع، هذا شيء مميز ويحتاج أغلبية الناس أنه يكون أمان أكثر. مواقف للسيارات مغلقة، مواقف للسيارات مفتوحة أيضا بجوار المجمع. الشيء الراقي والمميز اللي ما ننساه إطلالة الشقة اللي بنصورها اليوم، وعندنا موجود أيضا في المجمع شقق في أدوار مختلفة. موقع المشروع، المشروع يقع في منطقة كاشستو المعروف في حي يمرة، بجوار فندق ديدمان، وأيضا على الشارع المؤدي إلى طريق أزنقول، قريب من المجمع السكني هذا اللي احنا فيه. موجود جواهر مول، بالإضافة إلى الخدمات اللي موجودة، فنادق السياحية والمطاعم والسوبر ماركتات، يعني حي مخدوم زي ما وعدناكم في الفيديوهات السابقة أنه حي كاشستو من أفضل أحياء طرابزون. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل البناية وتفاصيل الشقة على أرض الواقع، تفضلوا معنا. متواجد الآن أمام البناية. لو تلاحظوا مدخل البناية من هنا بيفتح عن طريق أرقام سرية زي ما تشايفين. شوفوا مدخل البناية كيف، مدخل مرتب، أوراق جدران، ومكان خاص برضو للزراعة. يعني لو تلاحظوا هول جميل وراقي. نطلع مع بعض نشوف تفاصيل الشقة، تفضلوا معنا. هذا المصعد، حتى المصعد مهتمين بأدق التفاصيل، اللمسات جميلة وراقية، يسع لعشر أشخاص مصعدين في البناية. نطلع مع بعض نشوف الشقة. وصلنا مع بعض الدور 11، زي ما انتم شايفين مصعدين في البناية، مصعد يسع لعشرة أشخاص. موجود شقة خلفية بجوارها في مخرج للطوارئ، ومقابلها في عندنا أمان اللي هو طفايات الحريق وأجهزة الكهرباء. عندنا مخرج أيضا للدرج من هنا. وشوفوا الشقتين الأمامية جاية على طرف هول بهذه الطريقة، والهول أيضا محمي بالشبك حماية للأطفال. يعني مجمع راقي، بالإضافة إلى الأمان اللي موجود فيه، هذا شيء برضو شيء مميز في المجمعات. نشوف مع بعض تفاصيل الشقة.
وصلنا الدور ال 11، شقة 4 غرف صالة مساحتها 200 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. المنطقة اللي أنا فيها منطقة أقدر أقول الكوريدور. يسارا عندنا دواليب راقية مثبتة على الجدار، دواليب خاصة بالأحذية والعبايات بديكور راقي ومنظم، مع عندنا أرفف فوق وهنا أدراج للتعليق، وأسفل برضو أدراج. يمينا عندنا دورة مياه الأولى. لو تلاحظوا أن الشقة هذه مختلفة، دورة المياه خارج دورة المياه عندنا مغسلة لحالها، يعني مفصول المغسلة من دورة المياه. يميننا الصالة، نتوجه للصالة ونشوف مساحة الصالة. مساحة كبيرة وشاسعة، 35 متر مربع أقدر أقول. ألوان الجدران لون ممتاز، رمادي فاتح متناسق مع ألوان الأبواب، وديكورات سقفية ممتازة بإنارات ليد مخفية. ما ننسى الواجهة الكبيرة الحلوة وإطلالتها على البحر، شيء رائع جدا، إطلالة مباشرة على البحر. يعني لو تلاحظوا عندنا 5 درف زجاجية واجهة كاملة على البحر. نتوجه إلى البلكونة نشوف مساحة البلكونة وإطلالتها المميزة. شوفوا مساحة البلكونة، مساحة تقريبا أقدر أقول 2 × 4 متر، إطلالة مميزة ورائعة على الشارع الرئيسي، وإطلالة بانورامية جاية على البحر. شيء رائع جدا رائع، يعني الجلسة في البلكونة هذه ترد الروح. ما ننسى مزود البلكونة بالزجاج الشرائح، شيء برضو مميز في هذه الشقة. نشوف تفاصيل المطبخ من جهة البلكونة، وهذه المساحة الجيدة للمطبخ، مساحة كبيرة نقدر نحط طاولة السفرة في هذه الجهة، ودواليب راكبة وجاهزة. لو تلاحظوا ديكور المطبخ مع الدولاب الخاص بالأحذية نفس الديكور جاي، نفس الدواليب، أماكن للثلاجة والفرن، وعندنا الأجهزة الكهربائية، الطباخ، الشفاط، نوعية فاخرة وممتازة. نكمل تفاصيل باقي الشقة، تفضلوا معنا. شوفوا زي ما قلت لكم دواليب المطبخ متناسق مع دواليب الأحذية والعبايات. بجوار المطبخ عندنا الغرفة الأولى، أرضيات الممرات والصالة والغرف كلها باركيه درجة أولى. وعندنا هنا إطلالة الغرفة، هذه إطلالة بحرية واجهة زجاجية بالكامل، مساحتها ممتازة، 4 × 3 تقريبا، مساحة جيدة في غرفة، في الغرفة الأولى غرفة الأولاد مثلا. نجي هنا للغرفة الثانية، مساحة الغرفة الثانية أيضا زي مساحة الغرفة الأولى، أقدر أقول 3 × 4، ولها بلكونة مميزة إطلالتها جزئية على البحر وإطلالة على المجمع. مساحتها ممتازة، 1 × 4 متر، والزجاج الشرائح أيضا موجود في هذه البلكونة. تمديدات المكيف نسيت أقولها، إنها موجودة أيضا في كل الغرف، والغرف اللي ما نقدر ما هي موجودة فيها تمديدات نقدر نوصل لها تمديدات التكييف المركزي. مقابل الغرفة الثانية عندنا دورة المياه الرئيسية.
شوفوا مساحة دورة المياه الرئيسية قديش واسعة وشرحة كبيرة. مكان خاص للغسالة، غسالة الملابس، دواليب متناسقة وممتازة راقية جدا. عندنا المغسلة والكلوزت والمروش، وكبر دورة المياه شيء جيد. نتوجه إلى الغرفة الثالثة. بجوار الغرفة الثانية هذه الغرفة الثالثة، مساحتها شوي أصغر من الغرفتين السابقين، يعني أقدر أقول 3 أمتار في 3.5 تقريبا. مساحة جيدة نقدر نحط فيها سرير ودولاب أو سريرين ودولاب، يعني ترتيبها يعتمد على الشخص نفسه. إطلالتها على الجزء على البحر وعلى البلكونة اللي بجوار الغرفة الثانية. نتوجه أخيرا إلى غرفة الماستر. شوفوا غرفة الماستر كيف غرفة مميزة، مساحتها كبيرة بالإضافة إلى جزء خاص بالدريسنج روم، يعني بكبر المساحة هذه نقدر نحط فيها دواليب. قالوا لا، نرتب لها غرفة دريسنج روم أيضا، حطوا لها غرفة دريسنج روم خاصة فيها، نقدر نحط دواليبها هنا ونرتبها، ومنها إلى دورة المياه الخاصة بغرفة النوم الرئيسية الماستر. شوفوا مساحة دورة المياه الماستر، مساحة كبيرة، مروش، كلوزيت، ومغسلة، بالإضافة إلى الدريسنج روم، يعني مساحة غرفة الماستر فعلا مساحة جيدة. مكان للسرير، ونحط ملحقات غرفة النوم هنا، والدولاب زي ما قلت لكم في مكان الدريسنج روم، شيء جيد ورائع. كذا أعطي لكم تفاصيل كاملة عن 4 غرف صالة، مساحتها 200 متر مربع في حي كاشستو يمرة. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات تحت الفيديو. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.